أهلا بكم. ترصد المخرجة البريطانية باكستانية الأصل ليلى خان الأوجاع الصامتة في العالم تحولها إلى مشاهد من لحم ودم ومتعة. خان التي تزور القاهرة حاليا قابلتها كاميرا اليوم واستعرضت معها مشروعاتها السينمائية. نتابع. ولدت المخرجة ليلى خان في بريطانيا، ومعها ولد عشقها للكاميرا. ومنذ بداياتها في العمل في صناعة الأفلام التسجيلية كانت القضايا الإنسانية هي شغلها الشاغل في أعمالها. وتنضم إلينا الآن المخرجة البريطانية ليلى خان. ليلى، أهلا وسهلا بك في القاهرة استوديو اليوم. ليلى، عشت فترة طويلة في الأردن لتقوم بتصوير فيلم عن سرقة المياه في الأردن، فلماذا اخترت هذه القضية بالتحديد؟ حسنا، علمت بهذه القضية من الصحف وسمعت بمشكلة سرقة المياه، وأثار هذا الموضوع فضولي كصانعة أفلام، وأردت أن أعرف كيف يسرق الناس المياه، ولم أسمع في حياتي من قبل عن أناس يسرقون المياه، وأدركت أنه من المهم أن يعرف العالم لماذا وكيف يسرق الناس المياه ويعاملون كمجرمين. فيلم ست أكواب شاي يناقش عمالة الأطفال في الهند، فلماذا اخترت أيضا هذا العنوان ست أكواب شاي؟ نعم، من المعروف في الهند أنه إذا ذهبت إلى أي مقهى وطلبت شرب الشاي فإنهم يقدمون الشاي في ستة أكواب، ستة أكواب في إناء واحد، ولذلك اخترت ستة أكواب شاي كعنوان للفيلم. وهذا العمل يمثل رحلة الفقراء اليومية، ففي كل يوم يقطعون الطريق ذهابا وإيابا إلى الجسر ليقدموا الشاي للآخرين. بعد نجاح الفيلمين الوثائقيين، ما هي الخطوة القادمة؟ أريد فقط أن أوضح أن فيلم ستة أكواب شاي ليس فيلما وثائقيا، لكنه فيلم روائي يتضمن بناء قصصيا، لكن فيلم المياه المسروقة هو فيلم وثائقي. نعم، خطوتي القادمة هي أنني أعكف الآن على الإعداد لفيلم القادم الذي أعتزم تصويره في مصر. أنا بدأت في خطوات البحث الأولي لإنتاجه، لا أستطيع الكشف عن هوية هذا الفيلم الآن، لكنه يلامس قضية حساسة حول رحلة تخوضها سيدة في إحدى القرى، والفيلم يتابع هذه الرحلة. أخيرا ليلى، ما هي طموحاتك وأهدافك التي تسعين لتحقيقها في المستقبل القريب؟ في هذه اللحظة أعمل على إنتاج فيلم القادم والذي أخطط لتصويره هنا في مصر، لذلك أتطلع للعودة إلى مصر قريبا وإنجاز عمل لي في هذا البلد، ولا أستطيع أن أكشف عن كثير من تفاصيل هذا الفيلم لأننا في مراحل مبكرة جدا من هذا المشروع، لكن ما يمكن أن يقال عنه أنه ببساطة يتناول قصة امرأة قروية تمر برحلة خاصة في حياتها. ليلى خان المخرجة البريطانية، شكرا جزيلا لك. شكرا. وعلى المزيد